السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رضا، والنهاردة هتكلم معكم عن إنجلتيوب والكورسات المتاحة في إنجلتيوب كموقع، والأشياء اللي احنا إن شاء الله في الفترة القادمة هنحاول نوفرها داخل موقع إنجلتيوب. في البداية حابب أتكلم عن نفسي، معكم أحمد رضا كتقديم أو كتعريف عن نفسي. أحمد رضا خريج ليسانس لغات وترجمة جامعة الأزهر في القاهرة، والحمد لله التحقت بعد كده بدبلوم تربوي في كلية التربية جامعة الأزهر في القاهرة. حصلت على العديد من الكورسات، كورسات كتيرة جدا، أهمها تيسل ترينر، أو في البداية كورس تيسل اللي هو تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، دبلوم من شيكاغو. حصلت بعد كده على دبلوم تدريب معلمين من شيكاغو، للتدريب معلمين لأن هم يكونوا مجتازين أو مجازين لتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها. حصلت بعد كده على دبلوم ليفل 7 من لندن تيتشر ترينينج كوليدج في لندن، وهي عبارة عن شهادة تعادل ماجستير طرق تدريس اللغة الإنجليزية. التحقت في شهر 1 2020 بجامعة ليفربول في بريطانيا لدراسة ماجستير فنون الإدارة والقيادة التربوية، والحمد لله بصدد الانتهاء منه في خلال الأيام القادمة إن شاء الله رب العالمين. فكرة إنجلتيوب وشغل إنجلتيوب هتكلم عنه ببساطة. من 5 أو 6 سنين تقريبا بدأت أشتغل على المنهج العسكري بشكل كامل، بدأت أشتغل في الآيلتس بشكل خاص. المنهج العسكري الكتب من 1 إلى 30 ما هو متاح، الكورسات ال سي بي تي اي سي ال، مع عدم توفر المادة العلمية اللي كان غير متاحة. الحمد لله تم إتاحة المادة العلمية وتوفيرها لمعظم الدارسين في الوطن العربي، موجودة في قناة التليجرام باسم تجميعات الاي ال سي بي تي والاي اس ال مع مستر أحمد رضا. تم إنشاء الحمد لله كورسات مختلفة، تم تدريس برايفتلي طلاب بشكل خاص، تم تدريس مجموعات الحمد لله على مدار سنتين أو أكثر من جميع أنحاء الوطن العربي، والحمد لله بنسبة أكبر من 90% اجتياز الاختبارات والحصول على الدرجات اللي هم محتاجينها. تدريب على اختبار اي ال سي بي تي عامة، اختبار اي سي ال اللي هو 100 سؤال، الكات اي سي ال بشكل مبسط أو مش بشكل كبير، لأن المادة العلمية المتاحة للاي سي ال اللي هو الكات اي سي ال مش كبيرة. وهنا برضو فرق بسيط عشان نوضح الفرق بين الاي سي ال العادي والكات اي سي ال. الاي سي ال العادي اللي هو 100 سؤال اللي هو الشبيه تماما بالاختبار الاي ال سي بي تي، حتى ان نفس الاسئله تقريبا هي نفس اسئله الاي ال سي بي تي، ولكن انه بيكون مباشر من الدي ال اي في امريكا وقت الاختبار نفسه، فلذلك ما فيش فورم كامل متاح لي، بس المتاح منه حوالي 15 ل 25 سؤال تقريبا على موقع الدي ال اي الامريكي. طيب بالنسبه لاختبار الكات اي سي ال فهو مستحدث، او يعني تقريبا بقاله حوالي سنتين تقريبا، الماده العلميه غير متاحه، ولكن بيعتمد بشكل كبير برضه على نفس الأسئلة ولكن بدرجة صعوبة أكبر، زائد إنه بيعتمد على الذكاء الاصطناعي، بمعنى إن مدى صعوبة الأسئلة وسهولتها بيتم تحديدها من قبل الكمبيوتر. يعني لو أنت حليت أسئلة بشكل صحيح متكرر بيتم بعد كده الكمبيوتر يدي لك أسئلة أصعب، لو كانت الأسئلة بتاعت حضرتك محلولة بشكل خاطئ أو كده بيجيب لك أسئلة أسهل وهكذا. فبيكون في تفاوت في أنواع الأسئلة، زائد إنه في تفاوت في عدد الأسئلة بين المختبرين، ممكن 25 سؤال، ممكن 35، ممكن 40، 45، ولكن ماكسيمم تقريبا حول ال 50 سؤال. هذه الجزئية بكل بساطة. بعد العمل الحمد لله رب العالمين مع آلاف الطلاب من جميع أنحاء الوطن العربي وتوفير المادة العلمية والشغل على كورس ال سي بي تي، الطلاب الحمد لله وفرنا لهم الكورس بشكل جماعي في تطبيق زوم. يعني يمكن بدأنا في الشغل على زوم أو بدأنا في الشغل على الأونلاين قبل جائحة كورونا، يعني شغلي على الأونلاين وعلى زوم والفيديوهات الموجودة على اليوتيوب للعمل على زوم تقريبا قبل كورونا، وده مش لشيء، بس لأن يعني لمدى فعالية الأونلاين. يعني الأونلاين مختلف من ان انت مجبر انك تشتغل اونلاين كمعلم، او انك انت اصلا حابب فكره الاونلاين وبتحاول توفر لها مجموعه من الماتيريال الخاصه اللي بتسهل للدارس الكورس، فبيكون بالنسبه له افضل من الحضور. يعني الطالب بيكون جالس في البيت بالنسبه له افضل من الحضور، على راحته في توقيت مناسب، تكلفه اقل، مجهود اقل، في عوامل كتيره جدا، توفر المحاضرات نفسها بعد انتهاء الكورس على جوجل درايف او غيره. ومن الملاحظة إن معظم الطلاب كان بيدخل كورس وأحضر الكورس خلاص في المحاضرات المعادة، في المحاضرات المكررة على جوجل درايف أو ما إلى ذلك، فتم إنشاء موقع إنجلتيوب. إنجلتيوب
يحتوي على الكورس كامل مسجل، محاضرات كاملة مسجلة، 10 محاضرات مسجلة، كل محاضرة تقريبا ساعتين، أهم الملفات الخاصة بالاختبار بحيث إن ما يكونش فيه تشتت، ما يكونش فيه العديد من الملفات اللي تخليك مرتبك أو مش عارف تذاكر منين. روابط اختبارات على كل الأسئلة الموجودة أو على كل الدروس الموجودة، روابط التطبيقات اللي أنت محتاجها عشان خاطر تتدرب على الـ ALCBT، شرح كامل لجميع قواعد اللغة الإنجليزية، تدريب على الكلمات اللي أنت محتاجها داخل الاختبارات. موجود أيضا حل أسئلة من نماذج تقريبا في كل محاضرة، في تدريب على الكلمات بشكل ألعاب أو بشكل تفاعلي. في النهاية أحدث النماذج، أو بسميها أنا التحديث المستمر، بمعنى إن حضرتك أي ملف جديد أو أي اختبار جديد بيكون موجود أو متاح بيتم شرحه ورفعه مباشرة على الموقع. طيب الجزئية ديت هتفيدك في حتتين، إن أنت أي شيء جديد هينزل هيكون متاح ليك. النقطة التانية الكورس نفسه في الفلكسبيليتي اللي احنا بنسميها المرونه، تقدر تدخل تحضر الكورس في التوقيت المناسب ليك، بمعنى فاضي في الصبح، فاضي بالليل، طلاب معهد الدراسات الفنيه الجويه البحريه، كليه الطيران، كليه حربيه، معروف دواماتهم، معروف شغلهم، معروف حضورهم، بس خروجهم يوم واحد في الاسبوع، احيانا يمر عليهم اكثر من اسبوع ما يقدر يطلع، فبتكون الكورسات موجوده او المحاضرات موجوده متاحه عندك، مجرد ما تخرج في نسميها الطلعه بتاعتك او ايا كانت بتقدر تطلع على المحاضرات موجوده عندك على الموقع. من بدايه اشتراكك في الكورس الى 6 شهور بتكون المحاضرات متاحه عندك كامله، تقدر ترجع لها في اي توقيت. الموقع مرتب بشكل تفاعلي الى اقصى مدى، بيظهر لك البرسنتج بتاعت التقدم، الاشياء اللي انت ذكرتها، اللي انت ما ذكرتها، الاشياء هذه كلها بيدي لك انت وصلت لحد فين وايه اللي باقي لك وهكذا يعني. فبترجع تفتح الموقع بس مباشره بخلاص بيفتح لك المحاضره اللي انت وقفت عندها، عند اخر جزء انت وقفت عنده، فتقدر تكمل بهذه الاليه. كل الملفات الموجوده على الموقع داونلودبل، تقدر تحملها، المحاضرات غير قابله للتحميل، بس مشاهده واطلاع داخل الموقع. اتمنى الفيديو القصير دوت يكون وضح لك كل شيء انت محتاجه عن الموقع. هذا ليس كل شيء في الموقع، في ان شاء الله كورسات خاصه باختبار ستيب اللي هو خاص بطلاب الثانويه، طلاب الجامعات، طلاب اللي عايزين يلتحقوا بالماجستير او الدكتوراه، سيتوفر قريبا ان شاء الله داخل الموقع. كورس كامل خاص باختبار ايلتس، بدايه من تحديد المستوى الى ان شاء الله ان تحدد الطريق او المحاضرات اللي انت محتاجها عشان خاطر تصل الى الدرجه اللي انت مطلوب عليك. في ناس مطلوب عليها 4.5 5.5 6.5 او 7 او اكثر، هيبدأ يكون في تصنيف لكل طالب على حسب المستوى اللي هو اللي تم تحديده في اختبار تحديد المستوى. كده احنا خلصنا الكلام النظري او اللي هو الإلقاء، هنتقل بكم لفيديو آخر او ممكن تكملة لنفس الفيديو على الموقع تحديدا، هنبدأ نشوف مع بعضنا شكل الموقع، هنبدأ نشوف مع بعضنا شكل ترتيب المحاضرات، الدفع الإلكتروني، ازاي تكون تعمل اكاونت او حساب على الموقع، كل الامور دي هنشوفها مع بعضنا من داخل الموقع. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم من الفيديو دوت، وننتقل إلى فيديو تاني أو هيكون متصل بالفيديو دوت. شكرا لكم، مع السلامة.